السلام عليكم مشاهدي مطبخ هيوم، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. الليله حنعمل العيش البلدي. بحتاج لمعلقه كبيره بتاعت خميره، معلقه صغيره بتاعت ملح، والمويه كوبايتين. نشوف حنحتاج قدر شنو، والدقيق 3 كبابي. يلا نبدا. هنا عندي الدقيق بتاعي، حاضف له والملح، وحلخبط الملح مع الدقيق كويس. هخلي الدقيق على جنبه. هجيب هنا الخميرة بتاعتي، هضيف عليها الموية الدافية، بس مسافة ان الخميرة تتحلى معاي شوية. لو شايفين ما اخذت معاي زمن، وهذه الخميرة بدأت تتحلى. احركها كويس واتأكد منها انها دابت تماما، حتى بعد ده اضيفها على الدقيق. هنا خلاص الخميرة بتاعتي دابت معاي، حاجة اضيفها هنا في الدقيق، وحاضيف شوية بتاعت موية. الموية شوية شوية لحد ما العجينة تلم معاي والعجينة تكون طرية جدا. هاضيف تاني شوية بتاعت موية، ما حاقب الموية مرة واحدة، وعلى حسب النوعية بتاعت الدقيق احتمال تاخد معاك اكتر من الكوبايتين الموية او اقل. نستخدم الكوب المعياري او الكوباية اللي حنقيس بيها الدقيق، نستخدم بيها نقيس بيها كمان الموية، يعني نخلي المعايير بتاعتنا بكوباية واحدة. هاعجن كويس لحد ما تلم معايا العجينة. هزود بسيط. لو شايفين هنا العجينة فاكة من يدي، والموية الكوبايتين تقريبا معلقتين كبار ولا معلقة كبيرة بس الفضلت، ما استهلكت كل الموية. هاعجن كويس، بعد ذاك هخليها ترتاح ساعة لساعتين، بعد ذاك حاجه اشكل معاكم. ده هنا زي ما شايفين عندي جردل رشيت عليه دقيق تحت شويه، هاخد العجينه دي فيه عشان هيخمر لي بسرعه الجردل، لانه الغطايه بتاعته بتكون محكمه جدا. وعلى الوجه بتاع العجينه برضو هقوم ارش شويه بتاع الدقيق عشان لو فارت ما تتلصق لي في الغطا بتاع الدقيق بتاع العجين. هخلي العجينة عليه كده ترتاح لحد ما تفور، نشوفهم في الشكل الجاي. ده هنا زي ما شايفين خلاص العجين بتاعي فار بتاع العيش. هقسم العجين ده ل12 قطعة او 10 قطعات على حسب الحجم اللي انتوا عاوزينه. هقسمه عليه شكل كرات، وبعد ذاك نشكل. ده هنا زي ما شايفين خلاص العيش بتاعي عملته 10 قطع، كبرت انا الحجم بتاع العيش شوية. هقوم اجيب لي دقيق هرشه هنا شوية، وهشيل واحدة من العيش ده ذاته، وهحاول اضغط بيدي شوية شوية على شكل دائري. اضغط كويس، كده خلاص بالطريقة دي. هاخدها في الصينية وهكمل كل الكمية بنفس الطريقة دي، هخليها ترتاح ربع ساعة، حتى من بعدك هدخلها الفرن. ده هنا زي ما شايفين خلاص شكلت العيش، هخليه يرتاح ربع ساعة، بعد ذاك هدخله في الفرن لحد ما يستوي على درجة حرارة 350 فهرنهايت 180 درجة مئوية.
نشوفكم في الشغل النهائي ان شاء الله.